جمال عبد الناصر. ما بين مولده في يناير من عام 1918 ورحيله في 28 من سبتمبر من عام 1970 تاريخ زعيم ترصعت سطور حركات التحرر ضد الاستعمار باسمه، جمال عبد الناصر، أو ناصر كما أطلق عليه الغرب. هو ابن قرية بني مر بمحافظة أسيوط، ولد بالإسكندرية وكان مهموماً بالوطن وبتحرره من الاستعمار منذ بدايته الأولى. والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة؟ هم عايزين أيضاً نصيب صغير في الدنيا ويديكوا أصادوا نصيب في الجنة. التحق بالكلية الحربية ليتخرج منها ضابطاً، وشاء القدر أن يذهب في عام 1948 إلى فلسطين ضمن الجيوش العربية لمحاربة إسرائيل، ليتعرض للحصار في منطقة الفالوجة. وهناك كانت اللحظة الفارقة في حياته وحياة مصر. أدرك وقتها الشاب جمال عبد الناصر أن الحرب الحقيقية في القاهرة، فقام بتكوين تنظيم الضباط الأحرار الذي ضم مجموعة من شباب ضباط الجيش المصري. اجتمعوا معا على هدف مشترك، فكانت ثورة 23 من يوليو من عام 1952 بداية عهد جديد للمصريين. ألغيت الملكية وأعلن قيام الجمهورية، وانطلق ناصر نحو بناء الدولة أسوة بما فعله محمد علي باشا، وجعل من مصر سنداً للدول العربية والإفريقية وللساعين نحو التحرر والاستقلال في آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي عام 1955 قام ناصر مع الزعيمين الهندي شري جواهرلال نهرو واليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو بتأسيس حركة عدم الانحياز، والتي استهدفت دعم استقلال دول العالم الثالث عن القوى الكبرى. سعي ناصر لبناء دولة قوية اقتصادياً وسياسياً كان كافياً لأن يضعه في مواجهة مع الغرب. إحدى صفحات تاريخه كانت رفض تمويل بناء السد العالي، فجاء الرد بتأميم قناة السويس. مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. لتحل الصفحة التالية عدوان ثلاثي فرنسي بريطاني إسرائيلي، لكنه انتهى بانتصار إرادة الشعب المصري ليمضي ناصر في مشروع البناء. حتى كانت الصفحة التي سجلت المؤامرة الأشد قسوا ومرارا، وهي هزيمة الخامس من يونيو من عام 1967. اعترف ناصر بالهزيمة، لكنه استجاب لإرادة الشعب ليصر على إكمال المسيرة. وبعد شهر تقريبا بدأت حرب الاستنزاف، كلفت إسرائيل الكثير، وازدادت وتيرة العمل على إعادة بناء وتسليح الجيش واستكمال مشاريعه الصناعية. وفي السادسة من مساء 28 من سبتمبر من عام 1970 أعلن وفاة الزعيم، لتخرج الملايين في مشهد لا تنساه الذاكرة المصرية والعربية.